لنسيان كابوس غزة، الإسرائيليون يهربون إلى الكحول والحشيش. ما القصة؟ إقبال كبير ومقلق على المخدرات وعقاقير تؤدي للإدمان من قبل الإسرائيليين الذين يلجؤون للمواد المخدرة لتجاوز ضغوط الحرب. فمنذ هجوم 7 أكتوبر تزايد عدد المستهلكين لهذه المواد في صفوف الشباب في سن 18 سنة فما فوق، خاصة منهم متعاطي النيكوتين والكحول والقنب الهندي والحبوب المنومة المسببة لحالات الإدمان الطويلة والدائمة. استهلاك غير مسبوق مثل بمثابة الملجأ لكثير من الإسرائيليين القابعين تحت هول الصدمة والذعر، وسط أرقام إسرائيلية رسمية أخيرة أكدت ارتفاع عدد المصابين بأمراض نفسية وعقلية منها أمراض خطيرة كالاكتئاب. ما تعليقكم؟